الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من اقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويمكن أن يستفاد من هذه الآية أن الإنسان يجب عليه أن يبين الحقائق كما هي، لا يداهن فيها ولا ينافق. ومن خلال هذه العبارات القليلة أوصيكم جميعا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه. لا يطلب العون من البشر ولا يطلب النصر من البشر، إنما يطلب النصر من رب البشر. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فعليكم جميعا يا أبناء الأمة الإسلامية ويا أبناء هذا البلد أن تطلبوا النصر من الله سبحانه وتعالى. لا تطلبوا النصر لا من الشرق ولا من الغرب، بل اطلبوه من الله سبحانه وتعالى فقط. ومن هنا سأقدم قصيدة بسيطة في كلماتها، لن أطيل فيها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا الله يا الله ما لنا غيرك، يا الله يا الله يا الله ما لي غيرك، يا الله يا الله يا الله ما لي غيرك، يا الله يا الله يا الله ما لي غيرك، يا الله. وانشيني الذليل وانشيني الذليل وانشيني الذليل فالجأ إلى الله. وانشيني الذليل فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله تشعر بالعزة. وانشيني تخايف وانشيني تخايف وانشيني تخايف فالجأ إلى الله. يا الله يا الله يا الله يا الله منا غيرك، يا الله يا الله يا الله. وانشيني الذليل وانشيني الذليل فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله تشعر بالعزة، تشعر بالعزة، تشعر بالعزة، تشعر بالعزة. يا الله يا الله منا غيرك، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هذه بلادك يا الله يا الله يا الله، ارحم عبادك يا الله يا الله يا الله. وان كنت مرضان فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله. وان كنت فقير وان كنت فقير فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله. وان كنت فقير فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله. وجزاكم الله خيرا، وأوصيكم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى جميعا في الليل والنهار، وأن تكثروا من اللجوء إلى العزيز الجبار. وفي الختام أصلي وأسلم على النبي المختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير، الله أكبر، ولله الحمد، لواء أهل الأثر، جبهة الأصالة والتنمية.